واحنا بنتكلم عن حقوق الانسان، ما اجمل كده ان يعيش الانسان حرا ابيا موفور الكرامه. الحمد لله مصر قدرت بالفعل تحقق هذه المعادله. لكن ايه اللي بيحصل في الخارج؟ تعالوا كده شوفوا المجتمعات اللي بتهاجم مصر بتهاجمها ليه. اقل وصف ممكن يتوصف بيه تنظيم تميم هو نظام ضد الانسانيه. ده الوصف بالفعل اللي بيستحقه نظام الحمدين، ده النظام الحاكم في قطر، اكيد حضراتكم طبعا عارفين. النظام ده مستبد جدا، كل القوانين اللي موجوده فيه بتستعبد ابناء الشعب القطري. احنا دايما لو جينا عملنا سيرش مش هنلاقي اي حاجه موجوده عن قطر. قطر كانت قبل وجود تميم بتحقق تنميه اقتصاديه على مستوى العالم، كانت الرابعه اقتصاديا على مستوى العالم. دلوقتي ما فيش اي تواجد لها غير عن فضائح وفساد موجود في قطر. قوانين بقى الدكتاتوريه اللي موجوده في قطر دي بتجيز القاء القبض على اي شخص، اي واحد، من غير وجود اي سقف زمني للعرض على التحقيق. ومؤسسه ماعت عملت تقرير كشفت بيه بالفعل ان تميم عمل على تكريس كل شيء في قطر من اجل بقائه على السلطه والهيمنه على كل السلطات. يعني كمان بيكون بتوزيع كل المقربين له، اصحاب الثقه بقى مش مهم هم كفء ولا لا، بس موجودين في كل المؤسسات الرسميه بالفعل. وبيقوم بفرض احكام عرفيه ومنح الحصانه لكل من هو قريب منه، وبيقوم باصدار قوانين بتنتهج الحريات والسجن التعسفي لكل من ينتقد النظام في الدوحه. عشان كده مفيش حد بيسمع عن اي حاجه بتحصل هناك، كله خايف. التقرير ده وضح ان كمان من ضمن القوانين اللي بتنتهك حقوق المواطنين القطريين القانون رقم 17، ده على سبيل المثال وليس الحصر. القانون رقم 17 لعام 2002 بشأن حماية المجتمع. القانون ده بيسمح لوزير الداخلية باعتقال أي شخص لمدة تصل لسنة، وتمديدها بقى سنة ورا سنة ورا سنة من غير ما حد يعرف عنه أي حاجة، وده بموافقة رئيس مجلس الوزراء. ولا يمكن الطعن في هذا القرار اللي هو قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء، وحلني بقى لو قدرت توصل. في قانون كمان رقم 3 لعام 2004، ده بيعطي للنيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر. الحمد لله كل يعني القوانين عن اعتقالات وما فيش حد يعرف أي حد ينتقد بيتسجن وما يعرفش أي حد حاجة عنه، خلاص بيختفي. في كمان القانون رقم 5 لعام 2003، ده بيجيز احتجاز أي شخص متهم في جرائم بتمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه للنيابة. وفي الوقت ده بقى تميم بيقمع الشعب وبيستعبده بكل ما لديه من أساليب. ما هو طبعا كل يعني أهله وأحبابه موجودين في المؤسسات، فمين هينتقده؟ مين هيقوله أنت بتعمل حاجة غلط؟ مفيش، كله أنت صح وإحنا معاك مادام هم مستفيدين. بس الشعب بيعاني كل انواع المرار. عشان كده مفيش حد بيسمع عن الشعب القطري، ما حدش بيشتكي. ليه؟ لان هو طبعا عايش في حاله من انعدام الحريه، ما حدش يقدر يتكلم هناك.